اسمي إيمان إبراهيم كنو، سورية من حلب. عندي 6 أحفاد أيتام، يعني عمري 70 سنة عم بربي 6 أحفادي أيتام، وبلا أم ولا أب. بدهم لبس، بدهم أكل، بدهم يعني إيش ما بشوفوا بطلبوا مني. أنا بحاجة لكل شيء يعني مشان تربية هالستة يعني. والله أكتر شيء يعني كانوا يشوفوا الجيران يعني يجيبوا مثلا لحمة موز شيء، كانوا يفوتوا يبكوا ويبكوني معهم. لحتى الآن بتذكر ما بتصور، ما بتصور هذيك الأيام. بطلب من أهل الخير، من هالناس الطيبين يعني، إنه يساعدوني في تربية هالأيتام يعني. والله هيك ربي ما ينساهم، يجعلوا بميزان أعمالهم يا ربي. رمضان كريم علينا وعليهم وأمة الإسلام. بمر علينا وقت كتير كتير، ليالي ليالي وأسابيع وأشهر، وإحنا مش لاقيين الأكل ناكله، وبنستنى يعني بنتمنى ونستنى أهل الخير يقدموا لنا يدي المساعدة، وربنا يرزقنا ويرزق جميع عباد الله. والله ببكي ليل نهار، ببكي ليل نهار، والله ببكي حسرة، ببكي قهر، ببكي حرمان، كل آلام الدنيا عانيناها وشفناها. بتمنى أهل الخير يرأفوا فينا ويقدموا لنا يعني أبونا، يساعدونا، يفرحونا ويجبر خطرنا، وربنا يجبر خطرهم إن شاء الله، ربنا يقدرهم ويجبر خطرنا. لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه، تمحوها بسمة طفل حين نلاقي. ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر، في الحزن يواسي. كن عوناً.